صلبنا على النبي. وفيلمنا بيبدأ مع الطالبة سياكا اللي كانت بتتكلم مع قريبها شادو، وبنعرف إنها بتحب الكتابة وبتكتب روايات على الإنترنت، وبنعرف كمان إن شادو الوحيد اللي يعرف إنها بتكتب روايات وإن طلاب المدرسة كلهم ما يعرفوش حاجة. وبتكون سياكا عايزة تكتب رواية عن الحب، وبتقول لشادو إن الناس طلبت منها تكتب رواية عن الحب، وبتعرفه بعدين إنها متوترة ومش عارفة تعمل إيه بسبب إنها بتكتب عن الصداقة والخيال وإنها مش عارفة حاجة عن الرومانسية. فبيقول لها شادو إنها لازم تعيش قصة حب الأول علشان تقدر تكتب الرواية، وبتكون سياكا مش موافقة على خطته علشان هتكتب على الشخص اللي هتحبه ومش هيعرف إنها بتكتب رواية. وما شادو بيقولها إنه موافق يعيش معاها قصة حب، بتكون فاكراها بيهزر معاها ومش بترد عليه. وبعد لحظات بنشوف الطالب كوين وصل للمدرسة، وبنعرف إن هو رئيس الفصل وأشهر طالب في المدرسة. وبنشوف بعدها سياكا كانت ماشية في حوش المدرسة، وبتلاقي كوين كان بيتكلم مع واحدة من الطالبات، وبتبدأ بعدها سياكا تسمع كلامهم من مسافة بعيدة، وبتلاقي الطالبة كانت بتقوله إن قلبها بينبض بمعدل كبير وهي معاه. وبتقرر وقتها سياكا إنها هتكتب اللي سمعته في الرواية بتاعتها، بس بعدها كوين بينفصل عن الطالبة وبيقولها تبعد عنه. وبيعرف بعدها كوين إن سياكا كانت سمع اللي حصل، وبيلاقيها ما كانتش بتكتب وبتقوله إنها كانت سمعهم. وبعد لحظات بتكون سياكا ماشية وبتلاقي المذكرات بتاعته، وبتروح للفصل وبتقوله إن المذكرات معاها. وبتعرفوا بعدها إنها قرت المذكرات كلها، وإنها عرفت إنه بيسجل أسماء البنات اللي بينفصل عنهم. وبيكون كوين عارف إنه هيخسر شهرته في المدرسة لو عرفوا بالمذكرات بتاعته، وبيلاقي سياكا كانت رافضة تديه المذكرات. وبيعرف كوين بعدها إنها عايزاه يمثل معاها ويكون حبيبها، لكنها مش بتعرفه إنها بتكتب رواية. وما سياكا بتلاقيه مش موافق، بتقوله إنها عملت نسخة من المذكرات بتاعته وإنها هتفضحه في المدرسة كلها. وبيوافق بعدها كوين على طلبها وبياخد الورق اللي رمتهم، لكنه بعدها بيمشي من المكان وبيسيبها. وفي الوقت ده بتبدأ سياكا تفكر في الكلام اللي هتكتبه في الرواية، وبتروح تاني يوم لمدير التحرير بتاعها وبتديه الجزء الأول من الرواية. والساعات المدير بيقولها إنها لازم تشتغل على الرواية أكتر علشان في مسابقة عملت ولازم تكسبها. وبعد ما سياكا بتعرف إن الرواية اللي هتكسبها تتعمل فيلم، بتقوله إنها اللي هتكسب المسابقة. وفي تاني يوم بتكون سياكا سمعت طلبات هما بيتكلموا عن الجزء الأول من الرواية، وبيكونوا مش عارفين إنها اللي كتبت الرواية. وبيظهر إن شادو قريبها كان واقف معاها وبيعرف إن الجزء الأول اتعرض، وبيقولها إنها لازم تشتغل أكتر وتكسب المسابقة. وبعد ما كوين بيوصل للمدرسة وبيعرف إن سياكا عايزة تقابله، بيقولها إنه هياخد المذكرات بتاعته وبيمشي. وبنشوفه بعدها كان في الفصل وبيتكلم مع المدرس، وبيقوله إن المذكرات بتاعته اتسرقت من شنطته. والساعات المدرس بيتعصب وبيتخانق مع الطلبة، وبيقول لهم يطلعوا أي حاجة موجودة في شنطهم. وبعد ما سياكا بتطلع المذكرات بتاعته وبتقرا اللي جواها، بيعرف وقتها المدرس إن كوين كاتب عنه كلام سيء. وبنلاحظ بعدها إن كوين بدأ يتوتر، وبيقول المدرس إن المذكرات مش بتاعته. وبنشوف بعدها كوين كان قاعد لوحده ومتعصب، وبيلاقي سياكا جات له وبتتكلم معاه. وما كوين بيقول لها انه هينفذ طلبها ومش هيعمل حاجه تاني، بيلاقي بعدها صاحبته ظهرت وبيمشي معاها. وبعد كم يوم بيعرف شادو ان الجزء التاني اتنشر، وبيسال سياكا ازاي عرفت تكتب روايه عن الحب. فبتقول له سياكا ان كوين بيتظاهر انه حبيبها، وان اي حاجه بتكتبها بتكون عن تجربتها الشخصيه. وبعد لحظات بيتقابل شادو مع كوين وبيطلب منه يبعد عن سياكا، وبنعرف ساعتها انه بيحبها وخايف يعترف لها بحبه. وبنلاحظ وقتها ان كوين ما كانش مهتم لكلامه، وبيقول انه مستحيل يعجب بيها وبيمشي. وبنشوف بعدها سياكا كانت قاعده في البيت لوحدها، وبتبدا انها تكتب الروايه وبتكون عايزه تكسب المسابقه. وفي تاني يوم بنشوف كوين كان ماشي وبيلاقيها كانت واقفه مع شادو، وبيفتكر ان هما بيحبوا بعض وبيكون متضايق. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بنشوف سياكا راحت لمدير التحرير وبتتكلم معاه، وبتعرف ان الكاتب اللي هتتنافس معاه اسمه تونجو. وبيظهر بعدها تونجو وبيتعرف عليها، وبتلاقي بعدها المدير بدأ يقولها تتغلب عليه. وفي يوم بنشوف سياكا كانت في المدرسة، وبتلاقي الطلبات كانوا بيتكلموا عن الرواية بتاعتها، وبيكونوا عايزين يعرفوا نهاية الرواية. وبعد لحظات بنشوفها كانت رايحة لبيت كوين وبتتقابل مع تونجو، وبتعرف ان هما يبقوا اخوات. واما سياكا بتدخل معاه للبيت وبتسأله عن كوين، بيقولها انه راح في رحلة عائلية مع والده ومرات والده. وبتعرف وقتها سياكا ان تونجو والدته تانية، وان كوين يبقى الوريث للعيلة. وبنشوف بعدها سياكا طلبت منه ياخدها لكوين، وبيوافق تونجو على طلبها وبياخدها معاه. وبيظهر ساعتها ان كوين كان مستغرب من وجودها، وبتلاحظ سياكا انه مش عايز يتكلم معاها. وبعد ما سياكا بتروح لكوين وبتحاول تتكلم معاه، بتلاقيه بدا يقول لها ترجع لبيتها وبيمشي. وبتلاقي بعدها تونجو ظهر وبيقول لها ان كوين مش بيحب حد، وانها لازم تبعد عنه علشان هيكسر قلبها. وبيكون كوين سامع كلام تونجو ومش بيعمل حاجه، وبيقول لها نفس الكلام وانها لازم تبعد عنه. وبعد ما سياكا بتمشي من البيت وبتتقابل مع شادو، بيلاحظ شادو انها متضايقه وبيسالها عن اللي حصل معاها. وما شادو بيلاقيها منهاره ومش قادره تتكلم، بيقول لها بعدها ما تزعلش نفسها وانه هيفضل جنبها. وفي الوقت ده بنشوف كوين كان قاعد لوحده،
وبيفتكر والدته لما سابته وهو صغير، وساعتها بنعرف ان كوين متأثر بسبب والدته اللي سابته، وبنعرف ان هو خايف سهاكا تسيبه ومش عايز يحبها. وفي تاني يوم بنشوف سهاكا راحت لمدير التحرير وبتديه الجزء الثالث من الرواية، وبيكون المدير مبسوط منها وبيقولها ان الرواية جميلة، وبيعرفها بعدها ان الناس بتصوت لها كأفضل رواية، وانهم عايزين يعرفوا نهاية الرواية في يوم المسابقة. وبنشوف بعدها سهاكا كانت ماشية وبتلاقي تونجو بعت لها رسالة وبيطلب يقابلها، وبعد ما سهاكا بتروح له وبتقعد معاه بتلاقيه بيحذرها ما تكتبش اللي بيحصل معاها على الرواية، وما تونجو بيقولها انها لازم تكتب قصة خيالية، بتشكره على نصيحته وبتمشي من المكان. وفي تاني يوم بنشوف تونجو كان ماشي مع سهاكا وبيقول لكوين ان هما بيحبوا بعض، وبتكون سهاكا عايزة تتكلم مع كوين وتعرفه انه بيكذب لكنه بيرفض يسمع لكلامها وبيمشي. وبعد ما سهاكا بتروح لصاحبها شادو وبتحكي له باللي حصل، بتلاقيه كان عايز يتظاهر انه حبيبها علشان تكتب الرواية، وساعتها سهاكا بتقول له انها شايفها صاحبها مش اكتر وانها مش هتكون حاسة بالحب وهي معاه. وبنلاحظ وقتها ان شادو بدأ يتضايق من كلامها وبيمشي، وبتفضل سهاكا قاعدة لوحدها ومش بتعرف انها تكتب اخر جزء من الرواية. وما سهاكا بتتصل بالمدير وبتعرفه انها مش هتقدر تكتب الجزء الاخير، بتلاقيه بدأ يشجعها وبيقولها انها هتقدر تكسب المسابقة. وبنشوفها بعدها راحت لبيت كوين وبتقرر انها تتكلم معاه لكنها مش بتلاقيه وبتلاقي تونجو، وبعد ما تونجو بيعرفها ان كوين مرجعش للبيت بيقولها بعدها انه عايزها تكون حبيبته. وما تونجو بيلاقيها كانت مستغربة من كلامه ومش بتوافق، بيقولها بعدها انه هيبلغ كوين باللي عملته وانها قربت منه علشان تكتب الرواية. وبتكون سهاكا مش عايزة كوين يعرف انها كذبت عليه، وبتسأل تونجو عن سبب كرهه لكوين، فبيقولها تونجو ان كوين الوريث الشرعي للعيلة وانه غيران منه في كل حاجة. وبعد لحظات بيوصل كوين للبيت وبيلاقي سهاكا كانت بتتكلم مع اخوه وبيتأكد ان هما بيحبوا بعض وبيمشي. وبتكون سهاكا عايزة تشرح له اللي حصل وانها جت تدور عليه لكنه بيكون رافض يتكلم معاها. وبنلاحظ وقتها ان تونجو كان مبسوط جدا وبيقول انه نجح بانه يضايق كوين وينتقم منه. وبنشوف بعدها تونجو بدا يتكلم معاها لكنها مش بترد عليه وبتفضل ساكتة. وبنشوفها بعدها راحت للمدير وبتعتذر له وبتقول ان عندها ظروف ومش هتقدر تكتب نهاية الرواية. وبيكون المدير مستغرب من كلامها وبيحاول يشجعها لكنها كانت مصممة على كلامها وبتقول انها مش هتقدر. وبعد ما سهاكا بترجع للبيت وبتقعد تفكر مع نفسها، بتقرر انها مش هتتخلى عن حلمها وتكسب المسابقة. وفي تاني يوم بنشوفها كانت في المدرسة وبتتكلم مع كوين وبتقول انها عايزة تقابله بعد انتهاء اليوم الدراسي. وبعد ما سهاكا بتلاقيه كان رافض يقابلها، بتقول ان المذكرات بتاعته معاها وانه لازم يمشي على كلامها. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بنشوف سهاكا راحت تظبط نفسها وبتكون عايزة تقابل كوين وهي جميلة، وبنشوفها بعدها راحت له وبتتكلم معاه وبتعرفه انها مش بتحب تونجو زي ما كان فاكر. وبيكون كوين مصدق كلامها وعارف انها مش بتكتب، وبيبدأ بعدها يحكي لها عن السبب اللي خلاه يبعد عنها. وبعد ما سهاكا بتعرف ان والدته سابته وهو صغير، بيقول لها بعدها انه خايف يحبها علشان مش عايزها تسيبه. وبتقرر بعدها سهاكا انها مش هتكسر قلبه، وبتقول انها مش هتكمل كتابة الرواية. وبعد ما كوين بيرجع للبيت وبيتقابل مع اخوه، بيلاقيه بدأ يقول انه لازم يحضر المسابقة علشان يسمع الرواية بتاعت سهاكا. وبيكون كوين مش مصدق ان سهاكا بتكتب رواية، وبيطلب من تونجو يبعد عنه وما يتكلمش معاه. في الوقت ده بنشوف سهاكا كانت بتتكلم مع المدير في الموبايل وبتقول انها فكرت كويس وانها لو خلصت كتابة الرواية هتأذي حد بتحبه. وبيكون المدير مش فاهم حاجة من كلامها لكنه بيعرف انها عايزة تخرج من المسابقة. وبعد لحظات بيعرف تونجو من المساعدة بتاعته ان سهاكا خرجت من المسابقة، وبيكون متضايق علشان عايز يتغلب عليها. وما تونجو بيتصل بسهاكا وبيكون عايز يتكلم معاها، بيلاقيها ما كانتش بترد عليه. وفي تاني يوم بنشوفها كانت قاعدة في سطح المدرسة وبتلاقي شادو جالها وبيقولها انه عرف باللي حصل. وما سهاكا بتقوله انها مش هتعرف تضحك على كوين، بيقولها انه مش لازم تكتب رواية من تجربتها الشخصية وانها تقدر تكتب حاجة من خيالها وتكسب المسابقة. وبنشوف بعدها سهاكا كانت ماشية وبتتقابل مع تونجو اللي كان بيقولها لازم ترجع للمسابقة علشان يتغلب عليها. وبيكون تونجو عايز يعرف هتعمل ايه لكنها مش بتديه اجابة واضحة وبتمشي من المكان. وبيجي بعدها يوم المسابقة وبنشوف الناس كانت متجمعة بعدد كبيرة وبيكونوا عايزين يعرفوا نهاية الروايات اللي اتكتبت. وفي الوقت ده بنشوف تونجو كان بيتكلم مع المساعدة بتاعته اللي بتقوله ان سهاكا مش هتيجي للمسابقة. وساعتها بتوصل سهاكا وبتروح تتكلم مع تونجو وبتقوله انها مش هتخسر قدامه وهتتغلب عليه. وبعد ما المسابقة بتبدأ وبتدخل سهاكا للقاعة، بنلاحظ ان اصحابها الطلبة كانوا مستغربين منها وبيكونوا مش مصدقين انها اللي كتبت الرواية. وبتبدأ بعدها سهاكا تكتب نهاية الرواية من خيالها، وبيكون كوين موجود في المكان وشايفها. وبنشوفها بعدها بدأت تتكلم مع الناس وبتحكي لهم باللي حصل وانها كتبت الرواية من تجربتها الشخصية في الحب، وبتقول لهم كمان السبب اللي خلاها ما تخلصش كتابة الرواية وانها كتبت على حد وما كانتش عايزة تخسره. وبيكون كوين سامع كلامها وعارف انها بتتكلم عنه، وبيمشي بعدها من المكان وبيكون متضايق.
وبيلاي وقتها شادي وجاله وبيقوله انه لازم يرى الرواية علشان سايكا حبته بجد وكانت بتكتب مشاعر صادقة في الرواية. وبعد ما سايكا بتكسب المسابقة بنشوفها بعدها راحت تعيط لوحدها وبتكون زعلانة علشان خسرت كوين، وبتلاقي بعدها كوين جالها وبيقولها انه قرى الرواية بتاعتها وانه عارف انها كانت بتحبه، وبيعرفها وقتها انه ما كانش عنده مشكلة تكتب الرواية من تجربة حبها معاه، وبيقولها انه حبها بجد وما كانش بيتظاهر بحبه ليها. وبنلاحظ بعدها ان سايكا كانت مبسوطة من كلامه وبتقرر انها تكون حبيبته وتفضل معاه. الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.